المشكله؟ عكس مثلا حاجه زي الفيرماليزيز، يعني تبص تلاقي بره ما فيش اي ابحاث عن المناهج، لكن في ابحاث كثيره عن المناهج. ليه؟ لان الناس كثيره قوي في اوروبا وامريكا بيسافروا افريقيا. السفر لافريقيا ده في حتت في افريقيا بتبقى الملاريا فيها اندمج، واي حد لازم يسافر هناك لازم ياخد بروفيلاكسيس اجينست ملاريا. وطبعا كل شويه بتحصل زي ما انتم عارفين بيحصل ريزيستنس، كل شويه بتبص تلاقي حصل ريزيستنس للدراجز، فعشان كده الفيلد بتاع الملاريا مليان ادويه كثيره تقدر تستعملها علشان لو حصل اي ريزيستنس. طبعا ال WHO عامله سايت بحيث ان هي لو انت مسافر في اي مكان في افريقيا تقدر تخش على السايت ده وتقول انا مسافر كذا الفلانيه، يبدا يقول لك الملاريا اللي موجوده هناك كذا، وبيرشح لك كمان ازاي او ازاي تعمل بروفيلاكسيس. هناخد فكره بسيطه عن الكلام ده كله، لكن هو الاساس بيبقى فكره ال WHO، لان الموضوع فعلا يبقى صعب جدا بالنسبه للملاريا. طب تعالوا كده قبل ما تخش في دراج ثيرابي في ملاريا، ببساطه احنا لو تخيلنا هيحصل انفكشن بملاريا، نمره واحد هتيجي الموسكيتو بتبدا تدخل في الدم اللي هو بنسميه سبوروزايت. دي بتبدا تخش في الدم، دي ما بتقعدش في الدم لمده طويله، على طول بتقوم داخله جوه الليفر. جوه الليفر بتبدا تخش، تستنى كده بقى ايه، تقعد فتره شويه بتكون نفسها، تبدا تنقسم، ولحد لما تديني مجموعه من البارازايت تبقى موجوده جوه الليفر. للاسف الشديد طبعا انا لو عندي دواء بيعمل ايه في السبوروزايت دي؟ بيقطع عليها. لو عندي دواء بيقضي عليها هيبقى حليت المشكله فين؟ في البدايه، بس ما عنديش ولا دواء بيشتغل على الجزء ده. بعد ما بيخش جوه الليفر بيبدا بقى يخرج من الليفر، يخرج على البلانت، وفي الحاله دي بنسميها ان هو بقى النيروزايت. معنى كده ان احنا هنشوف الحاجتين دول موجودين جوه الليفر. دي بتبقى حاجه كده بنسميها دورمنت فوكس، دي فوكس موجوده في الليفر مليانه بالبارازايت وقاعده كده في سكون. هل ده في كل انواع الملاريا؟ لا، دي بنشوفها فقط في اللي هم الريلابسنج ملاريا. يعني دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الريلاكس. دي في أي أنواع من البارازايت؟ تقريبا الأنواع اللي هم كلهم ما عدا الفالسيبارا. الفالسيبارا ما فيش فيها الجزء اللي هو الدورمنت، لكن الفيروس والأوفال والكلام ده موجود. وبالتالي أي عيان بيجيله ملاريا من نوع اللي هو ريلاكسنج لازم وانت بتعالجه بتاخد بالك ان العيان عنده حاجه دورمنت ممكن تعمل له تاني ري انفكشن. فدي موجوده فقط في بعض انواع الملاريا. ومسؤوله عن مين؟ مسؤوله عن الريلاكس. طيب النيروزايت اللي خرجت في البلاط تبدا تهاجم ار بي سيز. جوه في الار بي سيز بقى تبدا برضه بيحصل فيها زي حاجه اللي هي بنسميها اسيكشوال سايكل، تبدا تنقسم ل
لحد لما تتملي بالميروزايت. واول ما تتملي بالميروزايت يبدا يحصل لها ايه؟ يبدا يحصل لها رابشر وتخرج في البلاد. اول ما تخرج في البلاد بيبتدي يحصل فيها ايه بقى؟ يبتدي يحصل فيها لان ترجع تهاجم تاني ار بي سيز وتعيد الكلينيكال بيكشر تاني، لان بتمشي في سكه اللي هي بقى الاسكشوال سايكل بالظبط، علشان تكون حاجه اسمها ايه؟ جاميتو سايت. الجاميتو سايت دي ايه بقى؟ ايه فايدتها؟ دي بترجع تاني تتاخد لمين؟ بالموسكيتو، علشان مسؤوله عن الترانسميشن اوف ديزيز. يبقى هقولها تاني بسرعه. اول ما الموسكيتو بتحصل البايت بتاعتها بيخش السبوروزويت، السبوروزويت ده ان نو تايم ما بيقعدش كتير، يقوم داخل على الليفر مستخبي جوه الليفر. ولو هو من نوع الريلابسي هبص الاقي ان في دور من الفوكس ما بتطلعش، بتفضل موجوده جوه الليفر، اللي هم كل الانواع ما عدا الفالسيبارم. الفالسيبارم ما بتعملش الدور من الفوكس. وبعدين بعد فتره كده يبدا بقى النيروزويد دي تكتر، عددها يكتر، وتخرج تهاجم مين؟ تهاجم الار بي سي. ولما بتهاجم الار بي سي تبدا تعمل لها فيها هيموليسيس، ولما تعمل هيموليسيس تدي بقى الاعراض بتاعت ايه؟ بتاعت الملاريا. يعني الاعراض بتاعت الملاريا جايه من اي حته؟ دي ولا دي في الار بي سي؟ علشان كده بنسميها ايه؟ ده اللي بيدي الكلينيكال بيكتشر اوف ملاريا. لكن الفوكس اللي في الليفر دي هي اللي مسؤوله في بعض انواع الملاريا عن الريلاكس، فدي لازم ناخد بالنا منها في بعض انواع الملاريا. وبعدين بعد كده لما تحصل رابشر، لانك ترجع تهاجم تاني الار بي سيز او بتخش في الاسكشوال سايكل، تديني الجاميتوسايت، والجاميتوسايت دي بتبقى بتاخد تاني بالموسكيتو علشان يحصل ترانسميشن تاني للملاريا. دي السايكل اللي احنا ببساطة عارفينها من البارا سايكولوجي. طيب تعالوا نشوف ايه بقى الدراجز اللي انا هستعملها في علاج الملاريا. أول حاجة إحنا اتفقنا في حاجة بتشتغل هنا على السبوروزويت اللي هي أول ما بتخش الجسم؟ لا، ما عنديش. يا ريت كان عندي دواء بيشتغل على الجزء ده، ما عنديش. لو عندي دواء كان بيشتغل هنا كنت قضيت على الملاريا من باب، لكن ده ما عنديش حاجة بتشتغل. طيب عندي بعد كده اللي بيشتغل على الجزء ده، وهو دواء واحد لحد النهارده مفيش غيره. الدواء ده اسمه بريماكين. البريماكين اشتغل على الدورمنت فوكس بتاع الريلاكسنج تايب اوف ملاريا. مش بس كده، ده كمان في ميزه تقريبا مش موجوده في اي دواء، وهقول في الاخر اهميتها ايه. يعني هو بيشتغل هنا وكمان بيشتغل على الجاميتو سايت، يبقى جاميتو سايت. طب ايه اهميه بقى؟ طب هو ما هيشتغل لي هنا هيمنع ايه؟ الريلاكس، صح؟ طب لما يشتغل لي هنا هيمنع الترانسميشن. ده الوحيد اللي بيشتغل على جاميتو سايت. في ادويه بتشتغل بس مش بنفس الكفاءه بتاعه البريماكين. طيب تعالوا بقى ناخد
الجزء ده كده ونكبره ونشوف ايه اللي بيحصل جوه علشان ابدا اشوف الدرجز بتاعتي بتشتغل فين وبتعمل ايه وايه فايدتها هستعملها في ايه في العيان ده. الحقيقه احنا عندي هنا ثلاث حاجات ممكن يحصلوا. نمره واحد، اول ما هتخش جوه الميزوريك بتخش جوه الار بي سيز بتبتدي تكسر في الهيموجلوبين. طب الهيموجلوبين اللي هيتكسر ده هي ليه بتكسره؟ علشان تاخد منه الجلوبين، والجلوبين ده مليان ايه؟ مليان امينو اسيد تقدر تتغذى عليه. بس كده الجلوبين هيطلع معاه حاجه اسمها هيم، صح؟ الهيم ده بقى ده حاجه توكسيك للملاريا، وطبعا توكسيك للار بي سي. فالهيم ده توكسيك للبارازايت وتوكسيك للار بي سي، بس ربنا بقى مدي البارازايت حاجه تخليها تحول الهيم اللي هو ايه؟ اللي هو توكسيك بانزايم اسمه بولي ميريز. البوليميريز ده موجود فين؟ مش في الهيومن، موجود فين؟ ده اللي هو بارازايت بولي ميريز، عشان يحوله الى نون توكسيك، حاجه اسمها نون توكسيك هيموزايم، مش قضيه. المهم هو عمله ايه؟ نون توكسيك للبارازايت. يبقى هو كسر الهيموجلوبين، خد الجلوبين يشتغل عليه عشان يقدر يكون نفسه، وخلى الهيم اللي هو توكسيك ليه راح عامل له ايه؟ ديتوكسيفيكيشن بانزايم اسمه بوليميريز جوه البارازايت. طيب دي سكه. في سكه ثانيه، هو انا دلوقتي مش بيحصل ديفيجن جوه؟ مش ده اللي جاي؟ يعني واحده راح مديالي اكتر من عدد كبير من النيوروزايت، يبقى انا محتاج سيل ديفيجن. وعلشان اعمل سيل ديفيجن هبقى محتاج فوليك اسيد. البارازايت بتكون الفوليك اسيد، بتكونه من حاجه اسمها ايه؟ بارا امينو بنزويك اسيد. فالبارا امينو بنزويك اسيد دي تتحول الى فوليك. الانزيم اللي بيكونوني ده اسمه ايه؟ فوليك او فوليك سيل ستيت. سمعنا عنه قبل كده في الكيمو سيرابي، فوليك سيل ستيت. هل الفوليك اسيد ده كده اكتف؟ لا، لازم يتحول الى تترا هايدرو فوليك اسيد بانزيم اللي اسمه ايه؟ داي هايدرو فوليت ريدكتيز انزيم. يبقى هنا في سينستيز وفي اللي هو الداي هايدرو فوليت ريدكتيز انزيم. انا بقى في التترا هايدرو فوليت ده بعمل بيه ايه؟ ها بكون بيه ايه بقى؟ بكون بيه بروتين، باخده في تصنيع البروتين، وباخده في تصنيع النيوكليك اسيد. يبقى ده باس واي انا محتاجه جوه البارازايت، محتاجه علشان يقدر ان هو يحصل له ديفيجن ويقدر في العدد. ده باس واي موجود عنده جوه. في كمان عنده حاجه كمان، في طبعا الميتوكوندريا. هي الميتوكوندريا دي بقى وظيفتها ايه؟ مسؤوله عن اللي هو بيحصل في الميتوكوندريا اللي هو الالكترون ترانسبورت، علشان تكون مين؟ الـ ATP. والـ ATP ده مهم ولا مش مهم؟ طبعا مهم للمناعه. يبقى انا عندي فيه ثلاثه باسويز دول مهمين جوه مين؟ جوه البارازايت، ودول اللي هشتغل عليهم بالدراجز بتاعتي. تعالوا نشوف هشتغل ازاي. احنا قدرنا يعني نستنتج
الكلوروكين. الكلوروكين ده هو اهم ممبر سيل فور امينوكينولين، هو ده اللي احنا بنركز عليه قوي، فده اسمه كلوروكين. كلوروكين ده بيشتغل على الهيموجلوبين. تفتكروا هيعمل ايه؟ انا قلت هي محتاجه تكسر الهيموجلوبين علشان تاخد منه ايه؟ الجلوبين، وفي نفس الوقت عندها انزيم بيعمل ايه؟ ديتوكسيفيكيشن للهيم. فالكلوروكين هيعمل ايه؟ هيبدا يوقف لي التكسير ده. ها؟ ويعمل ايه كمان في البوليميريز؟ ويوقف البوليميريز اللي جواها. طب انا استفدت ايه كده بقى؟ ها؟ كده ما بقاش في عندي جلوبين، وفي نفس الوقت الهيم اللي موجود بقى ايه؟ بقى توكسيك للبارازايت. هو من الاول توكسيك للار اس اس، مش فارق معايا، صح؟ لكن انا عايز يبقى توكسيك بقى لمين؟ عايز يبقى توكسيك للبارازايت. ده اول مجموعه اللي هي اسمها ايه؟ 4-amino-quinolines. ومين اشهر واحد فيهم؟ هنتكلم عليه بعد شويه بالتفصيل، بس بناخد الفكره بتاعت الميكانيزم. اشهر واحد فيهم بالتفصيل مين؟ هو اسمه كلوروكين. لما نيجي نتكلم هتقولي حتى بقسم الملاريا على حسب الكلوروكين. طيب ايه تاني ممكن اشتغل عليه؟ ممكن اشتغل على الباس واي بتاع مين؟ بتاع الفوليت. سمعنا عنه قبل كده ودرسناه قبل كده في الانتيبيوتكس. كان مين اللي بيشتغل على السنسيتيز؟ كان في السلفونامايد. يبقى هنا هبدا استعمل ممبر من السلفونامايد. سلفادوكسيد مش مهم اسمه ايه، المهم ان هو ممبر من مين؟ من السلفونامايد. كويس. وكان عندي هنا فاكرين في البكتيريا كان في عندي دواء بيمنع الداي هيدروفوليت ريدكتيز اللي هو التراي ميثوبرين. هنا في عندي حاجه اسمها بايري ميثامين، وفي عندي حاجه اسمها برو جوانيل. يبقى البايري ميثامين والبرو جوانيل دول بيوقفوا ايه؟ هم بيوقفوا الداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم، فامنع تكوين التترا هيدروفوليت. الادويه دي كلها علشان ما نتعبش في حفظها، بس نبقى عارفين ان فيها ايه؟ ها؟ فيها سلفونامايد، وفيها لو حطيت الاثنين مع بعض يبقى انا بقلل تكوين مين؟ الفوليك اسيد. انا عايزك تبقى واخد بالك بالمجموعه دي. المجموعه دي بنسميها ايه؟ انتي فوليت. انتي فوليت، شايفين من اسمها؟ يبقى اسمها انتي فوليت. يعني في منها اللي بيوقف تصنيع الفوليت، وفي منها اللي بيمنع الايه؟ الاكتيفيشن بتاعه. المجموعه دي كلها اسمها انتي فوليت، وغالبا لما بنستعملهم بحط السلفونامايد مع الحاجه من البايري ميثامين موجود. فاكرين ليه كنت بعمل الكلام ده؟ كان نوع من الايه؟ سينرجيزم، انا بقوي المركب بتاعي. فدي مجموعه اسمها انتي فوليت. طيب في عندي بعد كده مجموعه ثانيه حاجه اسمها ارتيميسينين. ارتيميسينين. ودي مجموعه جديده شويه بقالها فتره. الارتيميسينين بتشتغل ازاي؟ مالهاش دعوه بقى بالسكه دي. اولا عشان تشتغل لازم تلاقي هيموجلوبين، يعني لازم تلاقي الهيم ده، تقوم شغاله على الهيم. اللي استفادته من الهيم هي بتتفاعل مع الهيم
تقوم مطلعه حاجه اسمها فري راديكلز. عارفين يعني ايه فري راديكلز؟ ها ايه الفري راديكلز دي؟ دي حاجه بتعمل سيل ديس. بتهاجم مين الفري راديكلز؟ ها هتهاجم البروتين وهتهاجم النيوكليك اسيد، فتبتدي تعمل حاجه اسمها زي كده ايه، تحط بقى عليها اي جروب، تغير في الاستراكشر بتاعها، ودي حاجه بتموت البارازايت. يبقى في عندي مجموعه اسمها ارتي ميسن. ارتي ميسن دي بتشتغل ازاي؟ في وجود، لازم يبقى في وجود مين؟ الهيم. في وجود الهيم بتطلع فري راديكلز، والفري راديكلز دي تهاجم مين؟ تهاجم البروتين وتهاجم النيوكليك اسيد. دي مجموعه. فاضل عندي الميتوكوندريا والاي تي بي. ميتوكوندريا ميتو اتو فاكون، اتو فاكون. الاتو فاكون اتو بيشتغل على مين؟ على المايكرو. اتو مايكرو، يبقى ده كده ده بيشتغل هنا. طبعا لما يوقف الميتوكوندريا هيوقف الاي تي بي برودكشن، وهيوقف ال طبعا السيل سايكل بتاع البارازايت. هقول تاني الدراسة نقولهم بسرعه كده. أول مجموعة عندي اللي هي اسمها ايه؟ فور أمينو كينوريز. مين أهم ممبر فيها اسمه؟ كلوروكين. الكلوروكين بيشتغل ازاي؟ هم كلهم بيشتغلوا تقريبا زي الكلوروكين. يعني ما فيهمش فروق كتيرة قوي. الكلوروكين بيشتغل يمنع تأثير الهيموجلوبين. نمرة اتنين، يوقف البوليميريز اللي في البارازايت فيخلي الهيم يفضل ايه؟ يفضل توكسيك للبارازايت. دي اول مجموعه. في مجموعه ثانيه اللي هي بنسميها ايه؟ انتي فوليت. الانتي فوليت دي بتشتغل ازاي؟ الانتي فوليت لا اما بتوقف السنسز بتاع الفوليك اسيد، لا اما بتمنع الاكتيفيشن بتاع الفوليك اسيد. اكتيفيشن بتاع الفوليك اسيد عندي لا اما بايروكسابين او عندي بروجوانين، عندي السلفونامايد، واحد من السلفونامايد بيمنع السنسز بتاع الفوليك اسيد. في عندي دواء بيشتغل على الميتوكوندريا وعلى الاي تي بي، وفي اللي هو اسمه الاتمو فاكتور. طب في دواء هنا ما جبت السيرة ميكانيزم مين؟ فوق هنا اللي هو اسمه بريماكين. حد يعرف ميكانيزم حد يعرفه من الكورة سايكولوجي من أي حاجة؟ أنا ما أعرفوش من أي حاجة. هو فعلا مش معروف مستقبل ازاي، بس مش شرط. يعني عارفين هو فكرة إيه؟ مش جايز لما أبرر يطلع أعرف. هو فعلا قرر هو اللي كان بيشتغل. هو القيمة إيه؟ الميكانيزم بتاعه غير واضح. عايز بقى هنا نبص لحاجة مهمة قبل ما نخش لسه هنتكلم بقى في الدراجز كده، بس عرفنا فكره عن الميكانيزم. عايز حد بقى يقول لي هو ايه دور البريماكين في المجال؟ هو ما اشتغلش على كده فقط. يمنع ترانسميشن. هو قبل ترانسميشن دي نمره اثنين. هو ليه دور مهم قوي في اي نوع من الملاريا؟ ريلابس. يعني هو تقريبا ما بيستعملش الا في ريلابسنج تايب اوف ملاريا. نمره اثنين، هو بيقتل الجاميتوسايتس. وهيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان هو يقلل الترانسميشن اوف ديزيز. هي دي الميزه بتاعت البريماكين. طيب كل الادويه اللي تحت دي، هل حد فيهم ممكن يبقى له دور، ها دور انه يمنع الريلابس في الريلابسنج تايب اوف ملاريا؟
عنديش غير دواء واحد اللي بيشتغل على الحته دي، صح؟ كل دول بيشتغلوا على ايه؟ بيشتغلوا على اي نوع من البارازايت اللي جوه فين؟ اللي جوه الارض السيز. يعني ده كده هيشتغل كلينيكال بس عشان السيمتوم والساين بتاعت الملاريا، لكن اي نوع ريلاكس الملاريا ممكن نعالجه باي حاجه من دول لو هو ريلاكس، بس كده العيان ما خفش راديكالي. عايز تخففه راديكالي، راديكالي يعني تدي عقله نهائي، لازم تدي معاه بعد كده ايه؟ البريماكين. لكن لو هي نون ريلاكس، هل حاجه من دول كافيه؟ كافيه. طب حد وانا ممكن استعمل في النون ريلاكس حاجه كده يعني مش مكتوب عندنا بس عشان تخيلها، ممكن استعمل في النون ريلاكس البريماكين نوت افكتيف، يعني هيكون نوت افكتيف قوي. هو ملوش دور الا دور واحد فقط، زي ما انت سامع. في الاخر هنتكلم لو حبينا نستعمله شوف ممكن نستعمله ازاي، لكن طبعا دي طريقه في الاستعمال. لو هي ريلاكس اساسي ولا مش اساسي؟ البريماكين اساسي، لكن لو هي نون ريلاكسنج لا، البريماكين مش هيفيدني في اي حاجه. لو فكرت فيه هو بس عشان ممكن اقلل الترانسميشن اوف ديزيز، اكتر من كده ملوش اي لازمه معايا. ها كده عرفنا الميكانيزم بتاع كل مجموعة. في حد مش فاهم الميكانيزم بتاعها؟ تعالوا نشوف ايه الادرس افكت اللي هتوقعها من الادويه. احنا قلنا سكيمة كده مع بعض عشان ما نقعدش ناخد بكل دواء ادرس الفيت. احنا اتفقنا عندي اول مجموعة كان اسمها ايه؟ 4-aminokinurin. ال 4-aminokinurin ايش كان مين اهم ممبر فيها؟ هو الكلورو كينو. الكلوروكين هو اللي بيشتغل في اي نوع من انواع الملاريا الا اذا ايه؟ كان في منه ريزيستنس. يعني اي حاجه ثانيه بعد كده في الفورا والكلوريز هيبقى ضرها لو في ريزيستنس منين؟ للكلوروكين. ايه الادرس افكت بتاع الكلوروكين؟ نمره واحد طبعا كلنا عارفين اول حاجه هو ايه؟ جايزي اللي بيكتبها يعني اي رب هي حتى لو ما بيتاخدش حتى لو دواء كده مثلا بيتاخد بقى انهاليشن بتمشي على الجامعه جايزي ستيرنس طبعا اللي هي بتبقى ايه بقى؟ نازية فوميتنج. ايوه خدوا بالكم من ان خدوا بالكم منها نوزيا فوميتنج ديارية اوكي. تاني حاجة كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار معظم الأدوية بتاعة الكينولينز جاية في دواء مشهور قوي بتاع أنريزميا، هو أنزيم أنريزميا اسمه كينيدين. الكينيدين ده أنتي أنريزميا مشهور، ومعظم المجموعة دي ستراكشرال ريليتد للكينيدين. ومن الحاجات الغريبة إن أنت لما يكون عندك دواء بيعالج الريزمي إيه أشهر سايد إفكت فيه؟ بيعمل الريزمي. لا أشهر سايد إفكت لأي أنتي أريزمي بالمنطق. هو انت دلوقتي حصلت انت عيان جاي لك اللي عنده الهارت ريت 180 صح؟ انت هتدي له دواء انتي اريزميك عشان يخليه له كام؟ يخليه له مثلا 80 صح؟ طب لو الدوز عالي شويه ها؟ بدل ال 80 دي هتبقى كام؟ 60 50
50 هو لو بقى 50 ولا 40 ده كده نورمال ولا اريزميك؟ اريزميك. طيب هو معظم الانتي اريزميك او في منها كتير قوي بيأثر على الصوديوم شانل اللي في الهارت. انت ضامن في الدوز اللي بتستعملها ان هو ما يأثرش الا على الابنورمال فوكس اللي في الهارت، ولو ممكن يأثر على الجهه الثانيه سليمه في الهارت. ما هي دي صوديوم شانل ودي صوديوم شانل. اوكي؟ فخدوا بالكم، ما حدش يستغرب من الكلمه. اي دواء انتي اريزميك لو انت الدوز عليت شويه منك ممكن هو نفسه يعمل لك ايه بقى؟ يعمل لك تايب اوف اريزميك. فهو في الكارديو فاسكولار ممكن يعمل شويه هايبرتنشن. وممكن يعمل اريزميك. وطبعا في انواع من الاريزميا بتبقى خطيره جدا. من اخطر انواع الاريزميا اللي يمكن سمعنا عنها قبل كده حاجه اسمها كيو تي سندروم. فالكيو تي سندروم دي فيتال تايب من الفيتال اريزميا. فده ممكن يعمل اريزميا. طيب كمان بيأثرني على السي ام اس. بيعمل ايه على السي ام اس؟ بيبتدي يأثر بقى يعمل تينيتس، ممكن يعمل كومبالجن باروزيس. ده على السي ام اس. خد بالك اسمه كلوف. كلوف اي دواء هتسمعه بعد كده فيه هالوجين. عارفين يعني ايه هالوجين؟ في كلور، في بروم، في يود. اي حاجه فيها اي دواء في حاجه من دول غالبا لازم ياثر على العين. على العين ياثر ازاي؟ الكلور او اليود بيترسب على العين، يبقى يحصل لي هنا بريسيبيتيشن. وممكن يعمل لي بليرنج اوف فيجن. بلايرنج اوف فيجن ده على الاي. اخر حاجه ممكن يعملها ان هو ممكن يعمل هيموليسيس في الناس اللي عندها جي 6 بي دي ديفيشنسي. طبعا اكيد عرفتوه بقى دلوقتي. جي 6 بي دي ديفيشنسي اللي هي انيميا من فوق. فده الادرس افكت بتاع الكلوروكين. ده اول واحد من مين؟ اللي هو الفورا ماينوكلوريد. طب ايه تاني؟ طلعنا حاجه اسمها ميثلو كين. الميثلو كين ده برضه ممبر من الفورا ماينوكلوريد. بس ده بقى جايبناه بايه؟ ان الادرس افكت بتاعته الى حد ما بقت ايه؟ اقل شويه. طب هو هياخد لي مين من الادرس افكت دي؟ هياخد ادي الميثلوكين. خد مين؟ ها؟ خد الجي اي تي وخد الكارديوفاسكولار وخد السي بي اس. نيجي بقى للكينج بتاع الجروب. الكينج بتاع الجروب ده اسمه كينين. والكينين ده اكتر دواء في التوكسيستي في المجموعه دي. الكينين هايلي توكسيك دراج. وبالتالي لما يبقى عندي حاجه هايلي توكسيك بتبقى استعمالاتها فقط ها في سيفير كيس، لانه هايلي توكسيك يستعمل فقط سيفير كيس. كمان ما بنحبش نستعمله بروفيلاكتيك. يعني ايه بروفيلاكتيك؟ يعني واحد مسافر ليا فيها ملاريا بنستعمل كل الادويه اللي ممكن نستعملها، لكن كينينا ليه؟ مش نستعمل لانه حاجه
هايلي توكسيك يبقى فقط يستعمل ثيرابيوتيك نوت بروفيلاكتيك. دي حاجتين مهمين في الكلين. طب ايه الادرس افكت بتاعه مع اللي خوفاني قبل كده؟ بص هياخد كل الادرس افكت دي يعني تقدر تقول ايه ها؟ جايتي ديستربنس ماشي. كارديفاسكولار هايبرتنشن واريثميا ماشي. على سي ان اس تنتس وكونفالجن وعلى الاي يحصل بلاني انفيجن بس خد بالك ما فيهوش هلج فمش هيترسب لكن ممكن يعمل بلاني انفيجن لدرجه ان احنا الحاجتين دول تاثيره على السي ان اس والاي دي اسم كده اسمه سينكونيزمي. يبقى يعني ايه سينكونيزم؟ ها؟ سينكونيزم هو نتيجة ان هو جاي من نبات سينكونا. نبات اسمه كده. وبالتالي بيعمل صورة بقى تلاقي العيان ده ماشي بقى عمال كده زي وفي وش في ودانه وعينين زغللة وعنده دوخة فهو ده بنسميه سينكونيزم. يعني على السي ان اس وعلى مين؟ وعلى الاي. طب ما هو كده يعني ما فرقش صح؟ يعني ما فرقش عن مين؟ لا ده لسه في كمان توكسيس هنزود عليه. في ايه كمان؟ اللي بعد كده ممكن يعمل حاجه اسمها بلاك ووتر فيفر. العيان اللي يجيله فيفر وتلاقي مثلا البول بقى لون اسود بلاك ووتر فيفر كويس. كمان ليه حاجه اسمها اوكسيتوسيك افكت. عارفين الاوكسيتوسيك بتاع ايه؟ الاوكسيتوسيك ده ها اللي هو ساعه الايه الولاده. يبقى لما اقول ده اوكسيتوسيك افكت ده ايه؟ بيعمل ايه في اليوترس؟ يعمل كونتراكشن. يعني ممكن لو واحده حامل خدت يعمل لها ايه؟ لها كمان ليه نيورو ماسكولار بلوكينج افكت. يعني ممكن يعمل ايه في المصل؟ ممكن يعمل باراليسيس في المصل. دي كلها مشاكل الكينين. معنى كده ايه؟ الكينين لا يستعمل الا في حاجتين. مين ومين؟ لو الحاله سيفير كيس وهو ثيرابيوتيك نوت بروفيلاكتيك مش هفضل اني اديه بروفيلاكتيك. طيب فاضل دواء في المجموعه دي حاجه اسمها اموتياكين. يعني كده المجموعه دي بقى فيها كينين كلوروكين مفلوكين اموتياكين. الاموتياكين حنين شويه بيعمل ايه؟ سايد افكت بتاعته ملوش دعوه قوي بالكلام ده. هو بس بيعمل بون مارو سبريشن. فممكن تتوقع معاه ايه؟ يحصل حاجه زي اجرانيوسايتوزيس ابلاستيك انيميا. يعني هيأثر على كل الكومبوننت بتاع البون مارو. يبقى دي المجموعه الاولانيه. تاني الكلوروكين حتى في الادرس افكت بتاعته جي اي تي على الكارديو فاسكولار عشان كينيدين ستراكشر ممكن يعمل لي اريثميا او هايبرتنشن. على السي ان اس بقى تنتس وكونفالجن ودراوزنس يترصف في العين ودي حاجه كاركترستيك فيه. ليه هو الوحيد اللي بيعمل كده؟ عشان في ايه؟ عشان في هلج. الباقي لا. وممكن يعمل لي بلاك بروفيجن وما تديهوش في واحد عنده جي 6 بي دي ديسيشن. الكينين هتاخد اول اربعه بس ثلاثه واربعه هسميها ايه؟ هنسميها سينكونيزم. هي دي السينكونيزم اللي بتحصل له. حط عليها بلاك ووتر فيفر ما يتاخدش في واحده بريجننت. حط عليها اللي هو نيومو ماسكر بلوكينج افكت. النفلوكين كانت ايه الادرس افكت بتاعته؟ ها؟ جي اي تي كارد ماسكر سي ان اس. طب في حاجة
ان هو اتو فاكول. فاكرين الاتو كان بتاع ايه؟ الاتو على الميه. ادي الاتو هحط الثلاثة دول وهزودني عليها ليفر، يبقى ده الاتو، يبقى جي اي تي وكارديوفاسكولار سي ان اس، بس هزود عليها كمان ايه؟ ليفر توكسيستي. فاضل دواء ايه؟ دواء اللي هو ارت ميسلين، وفي حاجه كده ما جاش سيرتها قوي اللي هو هالو سانتارين. انتوا شايفين ايه اخطر حاجه هنا؟ ها؟ هي ايه؟ هي سي في اس. في عندي الدوائين اللي فاضلين ارت ميسلين، وفي حاجة اسمها هالو فانتارين. ايه أهم ادفيرس افكت ليهم؟ ها؟ هو ايه؟ هو الكارديوفاسكولار سايد افكت والاريزميا طبعا هي أخطر حاجة. يبقى ده اللي هو الأرت ميسلين والهالو فانتارين. فاضل مجموعة أخيرة اللي هي الأنتي فوليت. انتي فوليت دي يا جماعه ما تنساش ان فيها ايه؟ فيها سلفونه ماي، صح؟ حتى فاكر مشاكل السلفونه ماي؟ الله ينور عليك. هايبر سنسيتيفيتي دي نمره واحد. ها؟ ايه تاني؟ السلفا كانت تكتشف في جي 6 بي دي ديفيشنسي؟ لا. جي 6 بي دي ديفيشنسي ما يتاخدش قوي. السلفا غير الهايبر سنسيتيف طبعا الجي اي تي طبعا بتقولوها زي ما اتفقنا بتتقال في اي حاجه ممكن اقولها دي. طب كده لو انا اديت ووقفت الفوليك اسيد مش ممكن الهيومن يتاثر؟ ولو انا وقفت الفوليك اسيد في اليومن ها هيعملوا ايه؟ انيميا شكلها ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا. ده ممكن يعمل لي ميجالو بلاستيك انيميا. دي كده ورقه واحده فيها بس تاني عشان نتخيل بتاعنا. احنا هنبدا بالكلوروكين. كلوروكين ادرس الفكت بتاعته اهي جي اي تي كارديوفاسكولار سي ان اس ار جي 6 بي دي ديفيشن. خدت اول ثلاثه وديتهم منين؟ للنفروكين. خدت اول ثلاثه وزودت عليهم ليفر حطيتهم على مين؟ اتو فاكول اللي هو الاتو فاكول. خدت اول اربعه حطيتهم في الكنين وزودت عليهم البلاك ووتر فيفر والاوكسيتوزيك افكت والنيورو ماستر بلوكينج افكت. خدت الكارديوفاسكولار وحطيته مع الارت ميسلين والهالوفان تاني. فاضل دواء اللي هو الولد في واحد ده يا عيني على الليفر فاكرينه كان اسمه ايه؟ البريماكين. البريماكين ده ايه الادفرس افكت بتاعته؟ ده بقى ممكن يبقى حاجه لوحده كده لان هو بعيد خالص عن الكلام ده. فهو البريماكين أول حاجة هنبدأها برضه إيه ها؟ ده بيتاخد أورا يبقى إيه؟ جي أي تي برضه. جي 6 بي دي تراتوجينيك وبرضه ممكن يأثر شوية على السي إن إس. ده اللي هو الألفس إفكت بتاع البريماتين. كده يعني واضحه كده بالطريقه دي ولا ها اوكي اللي عايز يصورها يصورها. اتكلمنا على الدراج، اتكلمنا على الميكانيزم اوف اكشن، صح؟ تعال بقى نشوف هنعالج ازاي او ايه بقى الادويه دي هستعملها ازاي. اوكي اول حاجه لو جالي عندها
حتة حتى قبل السفر في اسبوعين هستغرب ان الاريا دي كلوروكين دي سنسيتيف. خلاص الاريا كلوروكين سنسيتيف ما عنديش مشكله. فحتى ادي كلوروكين قبل السفر باسبوعين كل اسبوع بديله قرص. كل طول المده اللي قاعدها هناك كل اسبوع بياخد ايه؟ بياخد قرص. كل المده. رجع هديله لمده من 4 لـ6 أسابيع كل يوم كلوروكين برضه ايه؟ قرص. يعني دي حاجه طويله يعني مش هنحفظ الكلام ده بس عشان نتخيل حجم المأساة بتاعت الملاريا. لحد كده ما خلصش. حتى اشوف الاريا اللي هو راحها دي هي الملاريا اللي فيها ريلاكسنج ولا نون ريلاكسنج؟ لو كانت من النوع الريلاكسنج بعد ما يوقف الكلوروكين ما بيتاكلوش مع بعض الاثنين مع بعض لا صعب قوي. بعد ما يوقف الكلوروكين همشيها قد ايه؟ همشيها على مين؟ مش هيبقى واحد مين؟ 14 يوم ديلي على البريماكين. شايفين الريجن عامل ازاي؟ الريجن طبعا كبير جدا. طيب لو كان عيان جايين الاكيوت كيس اوف ملاريا وكلوروكين سنسيتيف ما عنديش مشكله. برضه هفرق هي ايه؟ هي الريلاكسين ولا الريلاكسين؟ لو هو نون ريلاكسين ممكن الكلوروكين كافي، لو الحاله بسيطه ممكن اديه لمده 3 أيام وخلاص. خلص على كده. طيب لو كانت ريلاكسين ها بعد ما خلص الكلوروكين خلاص بقى استنى لازم ادي ايه؟ لازم ادي البريماكين مع العلاج 14 يوم عشان امنع الريلاكس. تيجي بقى المشكله لو هي كلوروكين ريزيستنت. بصوا تقريبا الدواء الوحيد تقريبا اللي بيستعمل لوحده هو الكلوروكين. الوحيد اللي بيستعمل لوحده هو الكلوروكين. لو كان كلوروكين ريزيستنت ها غالبا بنبدا نعمل ايه؟ ندي ايه؟ ادي دوايين مع بعض. ما بديش واحد بس. بنعمل بقى في تدريبات كتيره وفي السوق حاجه ثانيه مثلا موجوده في السوق اموتياكين مع ارض الاسمنت. اوكي ده كده قرص واحد بيتاخدوا مع بعض. ممكن تعمل تركيبه من الميثلوكين مع مثلا حاجه زي الكروكوانين. اوكي ارض مثلا مع حاجه مثلا من الهالوف. بنعمل تركيبات يا جماعه بس هي تبقى عارف انه لو هي كلوروكين ريزيستنت غالبا ببقى محتاج حتى في البروفيلاكسس ببقى محتاج اعمل ايه؟ اعمل دوايين مع بعض. بحط تركيبات بقى. في عندي تركيبات كتيره طبعا مش هنحفظ التركيبات دي. وزي ما قلت لكم اللي فيه كلام يسافر في اريا فيها ملاريا بيخش على الدم بيرتش ويعرف انا مسافر اعمل ايه؟ بيقول له اعمل ايه؟ فالكلام ده ما بيتخصص لكن اللي بس بتبقى فاهمين الفكره العامه بتاعه الملاريا. فاضل بقى هنا حاجات بسيطه. عايز حد بقى بما ان الكلوروكين ها هو اهم منه. هو ايه الكريتيكال يوز بتاعت الكلوروكين في الملاريا؟ ها دي مهمه قوي. هو هيعمل ايه؟ هو هيعمل راديكال كيور ها في مين؟ انهي نوع؟ لازم ولا نون لازم؟ هو راديكال كيور في نون لازم. لكن في ريلاكسنج هيبقى شخص ايه؟ كلينيكال ولا راديكال؟ كلينيكال كيور فقط. لازم بعد كده تدي ايه بقى؟ ها؟ تدي بريفاكين لو هي من نوع يبقى الكلوروكين لو هي نون ريلاكسنج هيعمل ايه؟ راديكال كيور. لو هي ريلابس هيعمل كلينيكال كيور. ناخد بالنا من الكلمتين دول. كلينيكال كيور في ريلابس. هيعمل راديكال كيور في نون ريلابس. دي حاجة. طبعا الكلوروكين بيستعمل ممكن في الأميبا هنسمعه تاني بقى في الجي أي سي. ممكن ناخد الجي أي سي بيتاخد في الأميبا برضه. سمعناه قبل كده في الروماتويد من الحاجات اللي بتعمل في الروماتويد لكن انا
البريماتين بيستعمل ايه؟ هو يستعمل فقط في مين؟ في الريلاكسنج تايب اوف ملاريا. ايه هدفك منه؟ تقضي على الفوكس دي وتقتل الجنيتو سايتس. لو حد فكر في استعماله في الفاسيكول هيديه علشان الريلاكسنج ولا هيديه عشان ايه؟ زي ما قلنا عشان يقتل الجنيتو سايتس. في بعض الناس يقول لك لو انت عايز تديه في الريلاكسنج ممكن تديه 14 يوم للقاعده. لكن لو حبيت تديه في فاسيكول ممكن تديه يوم او يومين. في فرق كبير قوي بين الاثنين دول. فيعني لو فكرت في استعمال السيل فالسيجارة يبقى مش علشان اعمل راديكال كيو. امال ليه يا عم بتستعمل البرماكين فالسيجارة؟ علشان اقتل الجاميتو سايتس. طبعا في حاجات ثانيه بتستعمل، في تترا سايكلز برضه ممكن تستعمل، بس برضه القاعده ثابته. تترا سايكلين مش لوحده. تقريبا معظم الادويه دي ما بقتش بتستعمل لوحدها، بنستعمل معاها حاجات تانية. طبعا المشكله الاكبر بقى لو كانت الملاريا دي في واحده حل. المشكله كبيره جدا. المشكله ان طبعا انا خدت ايه في اول 3 شهور ولا قضيه. وبالتالي طبعا يبقى الموضوع صعب قوي مش هخش في تفاصيله، بس خليك فاكر ان الملاريا في واحده حامل علاجها مش سهل، صعب جدا لان ولدرجه حتى ان مثلا جايه واحده مسافره لو هتقعدي فتره قليله اوكي خلاص ناخد البروفلاكسين بس ما تبقاش في الحمل. بس ساعات بتسافر هتقعد هناك. طبعا دي بتبقى مشكله انها تبقى حامل وفي ملاريا. خلينا فاكرين نقطه اخيره برضو قبل ما اخلص. احنا قلنا في الفورا مايوكيولين مين اللي بيستعمل روتين؟ ها؟ الكلوروكين هو اللي بيستعمل روتين. الكينين بيستعمل امتى؟ كتير او سيراتيك لكن مش بروفيلاكس. كل دول ممكن نستعمله بروفيلاكس وفي ريجيمنت كتيره قوي اقدر استعملها بروفيلاكس مع العميل. دي بالنسبه لنا لعلاج الملاريا. في اي سؤال؟ Thank you.